وينضم إلي للحديث حول هذا الموضوع عبر خدمة سكايب الأستاذ الصحفي سعيد العفاسي. مرحبا بك أستاذ سعيد. إذن زلزال هكذا وصفوه بأتم معنى الكلمة ما حدث جراء هذه الانتخابات، نسب متدنية من المشاركين، كيف تفسر الأمر أستاذ سعيد؟ مساء الخير زميل محمد. أعتقد هذه من أكبر النقائص التي تسجل في الديمقراطية الجديدة التي حاول بكل ما أوتي من قوة قيس سعيد أن يمهد الطريق إليها. صحيح أنه في الاستفساء على الدستور مر الاستفساء بأكثر من 30%، لكن اليوم ثبت بأن توجهه كان خاطئا وبأن المستقلين لم ينجحوا في العبور من الدور الأول، وأن 19 دائرة كانت ممثلة بشخص واحد أو بمرشح واحد، معنى أن 19 واحد في هذه الدائرة مروا مباشرة إلى البرلمان بدون اللجوء إلى الدورة الثانية، وهذا ما كانت كل الأحزاب السياسية بما فيهم 12 حزب سياسي الذي قاطع هذه الانتخابات وقال بأن هذه ليست بالديمقراطية وهذا ليس الطريق التي يمكن أن ينعش الاقتصاد التونسي. اليوم قيس سعيد يجب أن يعيد النظر في أولا في طريقة النظام الانتخابي الذي ألغى نظام القائمة وأدخل نظام الاعتماد على الأشخاص، وهذا ما جعل حتى الناخبون عزفوا عن الذهاب إلى صناديق الاقتراع. لماذا؟ لأنه شخص واحد لا يمثل كل الشعب، سواء كان في الدائرة الانتخابية والدائرة الانتخابية هناك دائرة موجود فيها أكثر من 34 ألف شخص وهناك دائرة فيها 10,000 شخص، وهذه من غرائب ما حدث في تونس. فكيف لدائرة واحدة أن يكون فيها 34 ألف يعني ودائرة أستاذ سعيد؟ نعم، يعني هناك من يتحدث الآن عن أن أي جولة أخرى ستكون في هذه الانتخابات ستكون عبارة عن إهدار للمال العام التونسي في حال شارك بها 8% أو 9%. يعني هذه كذلك جبهة الخلاص تطالب سعيد بشكل مباشر بالاستقالة وعدم الذهاب إلى هذه الجولة الثانية من الانتخابات. هل ستقام هذه الجولة في ظل كل هذا الرفض وهذا الجدار المانع لها؟ نعم ستقام، لأن من قبل الانتخابات كان هناك أصوات تنادي حتى بإلغاء الانتخابات وبإلغاء يوم 17 من هذا الشهر ديسمبر اللي هو ده كان بالأمس، وبالتالي قيس سعيد لم يسمع. قيس سعيد سيذهب في تحدي إلى الوصول إلى الجولة الثانية ليؤكد لهم بأن هذا المشروع صالح للديمقراطية التونسية، لكن ثبت بالملموس 9% هذا لم تحصل عليه ولا أعتى الدكتاتوريات الموجودة في القارات الخمس، وبالتالي قيس سعيد لن يتراجع والأحزاب السياسية يجب أن تمارس أكثر من الضغوطات من أجل الوصول إلى إزالة الرأي وإلى تنحي الرئيس من هذا المشوار، وأثبت بالملموس بأنه غير قادر على إثبات ذاته داخل الديمقراطية التونسية الجديدة، لأنه لم يشرك الأحزاب السياسية، والأحزاب السياسية نحن نعرف بأنها لم تعود لها قاعدة، ولكن هذه القاعدة عاقبت الديمقراطية قيس سعيد وعاقبت ديمقراطية الأحزاب المعارضة وعاقبت حتى الشارع التونسي. الشارع التونسي لم ينظر إلى هذه الانتخابات على أنها حل اقتصاديا، بل رأت بأنها مضيعة للدراهم ومضيعة للدنانير ومضيعة للوقت، لأن الديمقراطية التونسية لا تحتاج إلى برلمان ولا هكذا برلمان. أستاذ سعيد، نعم، يعني لربما الآن إن كان أحد المعارضين يستمع إلينا لا يقول إنه يعني هذا الكلام يعكس أن هنالك تعنت من قبل الرئيس سعيد رغم هذه النتائج المتدنية من المشاركين رغم عدم إقبال الناخبين إلى صناديق الاقتراع. سعيد ماضي قدما في انتخابات ثانية، سعيد ماضي قدما في كل ما ينتهجه، كيف سيرد سعيد على هذه الانتقادات التي لربما تفهم على أنها بحق تقال الآن؟ أعتقد رئيس سعيد واضح في هذا الأمر، سعيد هو سيمضي في طريقه وسيتهم كل من يعرقل هذا المسار بأنه يشكل حالة نشاز في هذه الديمقراطية، وسبق لقيس سعيد أن زج بمجموعة من مدبري الأحزاب السياسية في التحقيقات في محاولة
تشويه سمعتهم لعدم دخول لحتى لا يدخلوا إلى المعركة السياسية والانتخابية التي مضت. وبالتالي قيس سعيد سيدافع، لأن قيس سعيد مثل هذه الأشخاص هو يدافع على مشروعيته ويحاول أن يقول بأنه قدم ما أوتي من قوة حتى يقدم البديل عن حركة النهضة التي كما يقول هو عاثت فسادا، وهذه حقيقة لأنها عاثت فسادا من ناحية الدستورية وجعلت الدستور لا هو رئاسي ولا هو برلماني. جاء قيس سعيد وغير نظام الدستور كليا وجعله رئاسيا وأفرغ البرلمان من سمعته الديمقراطية، ولم يعد صالحا للبرلمان إلا لرفع اليد للتصويت على مشروع معين، ونقص من عدد النواب البرلمانيين من 217 إلى 161، 10 منهم نواب من الخارج و 120 امرأة ممثلة، يعني 12%. وهذا عيب في الديمقراطية التونسية أن نقول على تونس أن في 2022 شاركت 120 امرأة في البرلمان، وهذا في المرشحين، وهذا عيب في الديمقراطية التونسية التي كانت رائدة في إقحام المرأة في المجال السياسي. إذن أشكرك في البداية أستاذ سعيد العفاسي، ونرجو بطبيعة الحال أن تؤول هذه الأمور إلى ما هو خير للشعب التونسي ولديمقراطيته. أشكرك.